السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو هذا اليوم سوف نستعرض أحد أهم عيوب شاشات التلفاز الذكي TCL ما بين موديلات 2018 حتى 2021. أحد أهم عيوب هذه أنواع التلفاز تتمركز في يعني ظلام في أحد جانبي الشاشة، مما يدل على عيب في شاشات التلفاز. وهذا المشكل مشكل يعني وارد جدا حدوثه حتى لو كان الاستعمال متوسط للتلفاز. الآن سوف نقوم ب يعني تشغيل التلفاز وسوف ترون هذا المشكل جليا كما تشاهدون من خلال هذا الفيديو. من هذه التطبيق إلى هذا الجانب هو يعني مظلم، ومن هذا التطبيق إلى هذا وهو مضيء، وسوف يظهر مثلا عند دخول اليوتيوب سوف ترون هذا المشكل. هو لا يظهر جليا يعني من الهاتف نظرا لرداءة الجودة كما تلاحظون، إلا أنه يظهر بالعين المجردة، يظهر يعني جليا وواضحا جدا. وسوف تواجهون هذا المشكل، ولكل من واجه هذا المشكل المرجو وضع تعليق ليعرف هذا المشكل. هذا المشكل أحد أسبابه وهو هذا الجانب من أحد اللمبات الصغيرة التي تكون يعني مشتعلة متوازنة مع هذا الجانب، يعني نفس عدد اللمبات الصغيرة المتواجد بهذا الجانب يكون نفسه بهذا الجانب. تبدأ أحد الجانبين يبدأ يعني بالتعطيل، يتعطل أولا، وعند إصلاحك لها لمرة ثانية يكون دائما خلل. وهذا الخلل ما رده في عند تشغيلك لأحد فيديوهات الـ4K، نظرا لأن هذا يعني ذلك اللمبة المعاد تصنيعها ليست أصلية كما الأولى، فهي تفتقد لتلك الحساسية من أجل مجاراة يعني ذلك الكم الهائل من الفيديوهات أو الصور المتراكمة بجودات عالية، ويظهر جليا أن هنالك رداءة بالصورة. لكل من واجه هذا المشكل المرجو يعني مشاركة هذا المشكل في تعليقاتكم إن كانت مشاكل أخرى بشاشات TCL. ولهذا أظن أن يعني ماركة TCL بالمغرب خصوصا تكون نوعا ما منخفضة التكلفة مقارنة بالماركات الأخرى. أحد أهم النصائح، النصيحة الأولى لكل من يود استعمالها في الجيمين، المرجو الابتعاد عنها تماما لأنه لا تستطيع تحمل الجيمين لساعات متواصلة يوميا. ثانيا لكل من يستعملها يعني في أحد محلات الضيافة أو ما إلى ذلك يعني أو محلة تجارية، يعني سوف تضطر لتشغيلها يوميا لمدة تتجاوز بين 8 ساعات أو 9 ساعات أو حتى 10 ساعات، المرجو عدم اقتنائها واقتناء شاشات أخرى وأصغر. ثالث شيء وهو لكل من يود يعني استعمالها لعدة يعني احتياجات، مثلا توصيلها مع الحاسب أو للبلاي ستيشن ثم يعني الريسيفر أو الإذاعة القنوات، المرجو استعمالها في لغرض واحد معين. ورابع حاجة المرجو عدم تعريضها لفيديوهات ذات جودة عالية لمدة يعني مدة متواصلة. وخامس شيء المرجو عدم يعني إطفاؤها مباشرة من الكابل، المرجو إطفاؤها من هذه أداة التحكم ثم بعدها بعدة ثواني المرجو إطفاءها من الكابل. وشكرا لكم على حسن مشاهدتكم ونلقاكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم جميعا، ملاقاتنا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، شكرا لكم جزيلا.